انتم معنا جدد. مرحبا بكم في نوتر سيسيون دو ليفانت افتر جرادويشن. باهي قبل ما نبداو نحب نقول لكم كالعاده خليو فو كيستيون في الديسكسيون هكي كروات نجم نجاوبكم او فيغ ان ميزور و سيل فو بلي ساكرو فو ميكرو باش ما يكونش فما ان سون باغازيت. باهي ممكن نقولوا لي شكون رؤى. رؤى العبيوي اتون اكس انساتيال كانت الباركور نتاعها في الانسات ان 2015 عملت الماستر نتاعها واليوم نقاوز عندها شين يوتيوب اجا نحكي لك دونك رؤى اي جي تحكي لنا نحكي لك ميرسي اميره صحه شريبتكم الناس الكل وان شاء الله تكونوا بخير. وقبل ما نبدا اي حاجه نحب نشكر جي سي انسات برشا برشا على الايفينمون اللي عملوه اللي بالحق بالخاص في الوقت هذايا نتاع كورونا والازمه نتاعنا يعطي شويه امل للليزيتيديون الكل باش يكملوا الباركور نتاعهم ويزيدوا يتعلموا حاجات اخرين جدد. وزادا نحب نشكر كل انسان جاي اليوم على امل انه باش يتعلم حاجه جديده يزيدها للباركور نتاعو. دونك نقدم روحي فيسع فيسع، اسمي رؤى، قريت في الانسات، عملت بيولوجي وخرجت مستيك الانجينيور ان 2015 وتوا نعمل ماستر نتاعي في الانفيرونمون في المانيا ونخدم اون باراليل في الانستيتو از ريسيرش اسيستنت. دونك السوجي نتاع اليوم ان شاء الله باش يكون اوبن وباش نشارك معاكم قصه انسان اللي هو انا كيفاش دخلت للانسات وكانت عندي حلمه اللي كيما برشا عباد في الانسات توا يمنوا والا عندهم حلمه يحبوا يحققوها اما مالوغوزمون لونتوراج والسيتوياسيون كلها تقول لي انه ماكش باش نجم تعملها على خاطر سوا نوتاتك ما يوصلوكش والا فلوسك ما يوصلوكش والا ديبلومك والا سبيسياليتي نتاعك ما تنجمش تبدلها وإلا زادة العباد يقولوا لك تو سامبلومون لا وفما 100,000 عذر. وزادة إن شاء الله باش نحكيو على الخروج للبرة اللي هو السوجي اللي مشهورة به على اليوتيوب متاعي إجا نحكي لك وإن شاء الله باش نحكيو بوندون 20 حتى 30 مينوت وإنتو من بعد خذوا راحتكم في السيسيون كاملة اسألوا أي سؤال تحبوا عليه. دونك نتفكر روحي من اول نهار جيت فيه للانسات جيت كيما اي انسان من الباك ما عندي حتى شيء في السي في متاعي اما كانت عندي حلمه في مخي اللي انا نحب نخرج لبرا واللي زاد نحب نقرا انفيرونمون مالغري اللي انا وقتها عامله سي بي اي وكيما الناس الكل سمعت اللي السي بي اي كلها بطاله ما فماش خدمه هذايا معناها من 2010 اللي هو نفس الحاله توا 2020 10 سنين ما تبدل حتى شيء للنظرة متاع السبية اللي هي على أساس ما توصل كان للبيولوجي واللاغو أليمونتير والحاجات الأخرين ما نجموش نوصلوا لهم واللي هو ما هوش صحيح. دونك حطيت في مخي اللي أنا باش نخرج وإن شاء الله باش نخرج وأنا نقرأ في الإنسات باش نخرج من غير من نستحق ناخد فلوس من عند السيد الوالد باش نخرج بدراي وزادة نمن اللي أنا باش نخرج من غير حتى نوت وإلا مويان يتدخلي في الخرجة هذه. بطبيعة الناس الكل باش تقول لك ليه وكيفاه ولازمك تقرا كل شيء اما انا هذاك كان البيوت متاعي واللي خدمت عليه من اول نهار مالغري اللي ما كان عندي حتى مؤشر في العام هذاك اللي انا باش نوصل نخرج لبرا والا نقرا لونفيرونمون اللي وقت بديت نقرا في البيولوجي ما نلقى عندها حتى علاقه بالقرايه اللي انا نحب نتخصص فيها من بعد. دونك شعملت وقتها بديت كنس الكل حاولت ننمي روحي ونعبي روحي بأي حاجة تعاوني باش نقول اللي أنا مليانة في العام السنة كاملة متاعي ونخرج ساتيسفيت من الإنسات على خاطر ما كنتش من النوع اللي مركز على النوتات وإلا على الميانات واللي هي زادة بالطبيعة ما هيش حاجة بها غلطة واللي أنا نوصي بها توا كان نرجع بها الوقت راني قريت أكثر ما نوصي بها الناس الكل إنه حاولوا تضمنوا ميان قوية في الإنسات باش تسهل لكم طريقكم على خاطر كان مش الموين راهي الفلوس هي اللي باش تكون العائق. دونك اللي عملته انا وقتها استغليت وقتي باش نتعلم حاجات اخرين برا الانسات كيما كانت سحر تحكي لكم قبلي. دونك حاولت في كل صيف هكاك نعمل ستاج والا زوز عملت برشا ستاجات في لي دومين الكل على خاطرني كيما كل انساتيان جايه نقرا في الانسات وما نعرفش روحي كي نكبر ولا كي نتخرج شنو باش نخدم وإلا شنو الدومين اللي أنا نحب نعمل. دونك عملت ستاج في اللاغو أليمونتير في الميكروبيولوجي في الانفيرونمون اللي هو تريتمون دي زو في برشا حاجات وفي الاخر زادت أكد لي اللي أنا
معناها نعيش ونخلق كان الانفيرونمون. وقتها خممت اللي انا البي اف ام تاعي باش نكملو في حاجه تابعه التريتمون دي زو، ومن بعد يعمل الله كيفاش باش نكمل الباركور نتاعي في الدومين هذاك اللي نحب عليه. دونك زاد حسنت لونغلي نتاعي في البريود هذيك، على خاطر البيوت نتاعي انه كي باش نخرج زاده مانيش باش نخرج نمشي لفرنسا كيما الناس الكل، اما باش نخرج لبلاد اخرى ونحب نحكي انجلي. البيوت نتاعي اني نحكي انجلي في الخدمه وفي القرايه نتاعي بعد اللي نسات، وزاده اللي انا نخو راجل يحكي باللونجلي صبح ما يقوليش باخير حبي، ما يقول لك جود مورنينغ بيبي. هذو مزوز اكثر حاجات كانوا بالحق البيج ايم في حياتي. من الحاجات الاخرين زاده تعلمت اني قريت برشا دي زارتيكل، قريت برشا حاجات اونلاين، تبعت برشا يوتيوب في الخمس سنين هذوكم باش تعلمت انا كيفاش نبريزونتي، كيفاش نقدم روحي، كيفاش نكون انسان والا اتيديون مليان، كيفاش كله على السيلف ديفلوبمنت. زاد حضرت برشا دي كونفرنس في الانسات، كل فورماسيون نسمع بها نمشي لها سواء بالفلوس والا بلاش باش نعرف انا البوتنسيال متاعي وين النجم نحطه، انا شكون وشنو قادره النجم نعمل، وبالاخص نعرف روحي شنو بالحق نعمل، شنو نحب نخدم انا من بعد. دونك في الخمس سنين هذوكم بالحق عبيت روحي الماكسيموم، مالوغوزمون زاد ما قريتش. دونك موياني كان تحت صبع، كان تحت الزرس على خاطر ديما نجيب في 11 قبل ما نوصل للسانكيام اني. في الوقت نتاع تخوازيام اني في المده هذيك وقت انا في طنبك الحرب مع روحي اللي انا نحب نخرج لبرا. فما نهار وانا متعديه من الهول نتاع الانسات نشوف في ستون مكتوب عليه study abroad. ستون هذاك heureusement ولا malheureusement ما نعرفش كان فارغ وقتها، ما فما حتى اتيديون كان يدور في ستون هذاك. قلت هذه فرصتي انه فارغ ما فماش برشا كونكورونس، دونك نمشي نشوف شنو فيه. نلقاهم هذوما association اسمها IST جايه من لينيت تبروموتي في بروغرام يعملوا فيه انهم يخرجوا لي اتيديون يعملوا ستاجات لبرا. وكانت الرحلة بدأت من وقتها، قال لك عندك الحق انك تبدأ تصب في الايستي من الكاتخيام اني، وانا وقتها تخوازيام اني حطيت في قلبي قريت لونجلي مش نرمال، جات الكاتخيام اني مشيت صبيت في الايستي عديت الاكزامان. وبالطبيعة العكسيات ما كانش الخروج البرة سهل، العكسيات في انك بشتريق الوراق، مرضت في الوقت اللي انا لازم ينهز فيه الوراق، جاتني انتوكسيكاسيون اليمونتير، حسيلو ما صبيت الوراق كان في الدقيقة 90. بعد عدينا تيس انجلي اللي نورمالمون هو اللي خول لك انك باش تكون سيليكسيوني وتنجم تختار من بعد الستاج اللي تحب عليه. عدينا التيست روحت فرحانة، حسيت الليزيفوغ اللي عملتهم الكل جابوا نتيجة في الإكزامان هذاك. بعد بجمعة نسمعوا اللي الإكزامان تسرق، عاود عدي الإكزامان هذاك. وما ننساش وقتها البريود هذيك هي البريود ريفيزيون بتاعنا في الإنسات وقتها دو سمين متاع ديسمبر. عدينا الإكزامان هذاك مرة ثانية، الإكزامان صعيب شاف في بالي بالباسط وماء الحمد لله I did it. ووقتها الحظ وقف معايا انه انا الوحيدة من اللي نسات، دونك اللي استمتع الستاج الموجودين الكل انا باش ناخوهم واحد. جاي الستاج وحيد في الليستا مالوغوزمون اللي هو كان للتشيك وقتها في دومين الشيمي. ما كنتش فرحانة برشا، ما قلت نورمال نخرج حتى كان شيمي تنتعلم منه حاجة ونجي. صبيت ورقي عملت كل شيء، بعد جي الصيف وبديت في الستاج اللي في تونس على أساس إنه بعده باش نمشي للتشيك ونعمل ونحقق الحلم متاع حياتي. يكلموني من التشيك ويقولوا لي ديزولي ما عناش فينانسمون ما تنجمش تجيو ما نجموش نعطيوك الستاج هذاك. دونك خيبة الأمل، نوتت ماهمش طيارة، ما عندي ما نعمل. وقتها حسيت روحي بالحق اللي أنا مانيش باش نوصل، والناس الكل أعطاك ربي الوقت هذاك في الإنسات كما تعرفوا الناس كل بدأت تتحضر للخروج ويبدأوا يحكوا على البي اف وكل شيء، وانا يا رب شو نعمل شو نعمل. بعد فجأة تاني كلموني لا يستي يقولوا لي راو فما فرصة للهند متاع ستاج كله بيان أموره هانية. خممت وقتها يندرى نمشي للهند ولا كما تعرفوا معناها احنا ديما نحكم على الحاجة من برا.
ما قلت فرصة كما هذه هي تجيني، مش أنا باش نمشي لها وباش تجي مرة في الحياة، دونك فازي نمشي. وقتها مشيت نلقى عالم آخر، حسيت اللي عملته فك 3 سنين ولا 4 سنين كلهم اي تي بي في الشهر متاع الستاج اللي في الهند، نيفو قوي أقوى يمكن من الإنسات فواديس، قراية مش نورمال انترناسيونال، معناها كانت حلمة، it's heaven. It was heaven. ووقتها بديت نخمم إنه لزين ساتيا اللي كنت راهم السينيورز كانوا ديما يقولوا كي نخرجوا لبرا لبخوف على خاطر عجبناهم قالونا أرجونا للبيف وهكاك دبروا ستاج، وبطبيعة حتى واحد ما يضوي لك كيفاش. قلت أنا توا فرصتي إني باش نحرق روحي في الستاج هذا، مام إنه وقتها medicinal chemistry ما كانش في البيولوجي جملة، حركت روحي بغيان. من بعد مشيت للبروف قلت له راني نحب نعمل بي اف او كيفاش نجم نعمل، قال لي مع انه الانستيتيو نتاعنا ما فيهاش بي اف او في دومينك، اما راهو عندي بروف صاحبي نجم نشوفوه. خلصت الحكايه في قاعده متاع قهوه وخديت البي اف او وروحت بي اف او في يدي اللي هو وقتها في النانو تكنولوجي. وقتها في الانسات ما فما حتى واحد خدم مع النانو تكنولوجي، وتجا الريسيرش هذيك كانت تخدم اول مره في الدومين، دونك مصحة اني باش نخدم ارتيكل نببليه وريشيرش مش يخواها حتى واحد وندرى شنو. رجعت لتونس بريزنتيت البي اف ام تاعي، والعام هذاك زادة متاع السنكيم اني حطيت في مخي اللي انا لازمني نطلع مواني للدوس امها، على خاطر مالوغز ما عرفت مخر انه الخروج البرا لازم موين دوس مينيموم باش نجم تلقى ماستر. دونك الحمد لله البي اف تعدى احسن ما كنت نتخيل، خديت فيه 18 وقتها لونكادروم تاعي كان مرزوقي، وال 18 هذيك هي اللي طلعت المويان متاعي لل 14. وقتها ضمنت روحي في الدقيقه 90 اللي انا نجم نتقبل في اي دومين في اي ماستر البر. ما بعد يا خيبه المسعى انه خرجت بعد الانسات نلقى روحي بطالة كيما الشعب الكل، لا فات فيها الخروج لا بي اف او لا ريشيرش تضرب تسرع لا فلوس لا حتى شيء، المارشي متاع الترافاي ساتوري ما عندك وين تخدم، ما عندك ما تعمل حتى شيء. حسيت قعدت عامين في الدار، زادة كيف عندي حلمة اللي انا نحب نكمل لانفيرونمون، وزادة اعطاك ربي اللي انا نحب نقعد في الدار ويكلموني العباد يقولولي ايجا اخدم، مش انا نمشي نضرب البيبان ونقول لهم خدموني، حب شكون يكلمني والا يسمع بيا من لينكدين ويقول لي اجي اخدم. وقت انا زاده ما عنديش حاجه معناها في البروفيل متاعي تقول واو العبد هذا بالحق لازم نكلمه. دونك في العامين هذوكم عملت كودس دي فورماسيون، كودس حاجات اونلاين على الكورسيرا، صبيت البرشا خدم وتعلمت المانجمنت والبزنس وبرشا حاجات. ومن بعد قررت اللي انا باش نصب دي ماستر في الانفيرونمون، والحاجه الوحيده اللي خولت لي اللي انا نصب الماستر هذيك انه عندي بروف اللي انا عملت تريتمون ديزو في البي اف ام تاعي، وعندي سيرتيف اللي انا عندي اكسبيريونس شويه في الانفيرونمون. دونك صبيت برشا دي ماستر، والمشكل انه ما كانش فما برشا دي ماستر في العالم في الدومين اللي انا نحب عليه اللي هو يشمل تريتمون دي زو تريتمون دي ديشي والبوليسيون دو لير. كانت الوحيده في المانيا، واحده اخرى ما نعرفش في بلجيكا. ما الحمد لله في الاخر تقبلت في الماستر هذيك، وزاد الحلم الاخرى اللي كانت عندي اللي انا باش نمشي ما غير بما ناخذ فلوس من عند بابا، وباش نمشي هكاكا ومن غير بورس، وباش نخدم ونشري كهرباء العام الاولاني. بالطبيعه هذوما البروفيل متاعي وإلا السيفي متاعي ما يخليش اللي أنا نعمل الحاجات هذوما. ولكن كان هذاك اللي صار، مشيت لألمانيا بديت من الشهر الأول اللي نخدم، على خاطر فما شكون سمع بيا في اللينكدين كلموني قالوا لي عنا خدمة تحبش تجي تخدم. مشيت خدمت بديت معاهم، وكل عادة ديما نبدل من الدومين للدومين في الخدمة. خدمت عام ونص في انستيتيوت ريشيرش اسمها فراونهوفر انستيتيوت، خدمت في اللايف سايكل اسيسمنت والبرودكسيون تاع الحم والكراهب وكل شيء باش نشوفوا في الاخر الاميشنز كيفاش ياثروا على الكوكب نتاعنا. ومن بعد بطلت، والغراس للنتوركينغ زاده دبرت خدمه اخرى اللي هي قاعده نخدم فيها توا
نقيسوا في الاميشنز اللي يجيو من اللاندفيلز. اللاندفيلز اللي هما المصبات مصبات البوبالة اللي هما ديجا تكروهم ولاو دي بارك، اما مازالوا ياخذوا منهم في الغاز ويعملوا لهم في تريتمون دي زو. هذو ما تنجموا تاخذوا راحتكم باش تسالوا على الاسئله التكنيك والى الاسئله نتاع الخدم كلهم. مرحبا بكم. دونك حققت اني بالخروج حققت اني نوصل اللي وصلت له توا، اما المغزى من هذا الكل ما حكيت لكمش قصه حياتي جوست فور فان، اما بتشوفوا انه المسيره نتاع الانسات من اول نهار لاخر نهار هو اللي حدد لك مصيرك وين تحب انت تمشي، سواء الدبلوم والا اللي انت تعمله في الانسات والا اللي انت تتعلمه في الانسات. علاش؟ على خاطر انا من لول عندي ديما اي بليف اللي اي حاجه تجي لبالي نجم نعملها. علاش؟ على خاطر مادام جات لبالي راهي بوسيبل باش تعمل، سينو راهي ما تجيش لبالي. وكان ما جاتش وكان جات لبالي انا راه اكيد فما شكون قبلي اعملها، دونك لازمني نلوج عليه الشخص هذاك وناخذ منه نصيحه ونتعلم منه. وكان ما فماش الشخص هذاك لازمني انا نكون الاولى اللي انا باش نعمل الحاجه هذيك، فانه الناس من بعد تجي وتكمل الحاجه هذيك. من هذا جات زاد حكايه اليوتيوب اللي انا عملتها، على خاطر في اللي عملته انا الكل اللي هذا شدني 5 سنين من 2015 حتى كشل 2020 كنت نجم نعمله في عام، كان فما انسان تكرم عليه واعطاني ليزانفورماسيون. اما مالوغوزمون في الانسات والا في بلايص اخرين ما يعطيوكش الانفورماسيون، حتى كان عطاوها لك يعطيوك نص والا ربع. دونك الانسات خرجتني اللي انا نمن بكل الدمار نتاع لي زيكزامان نتاع القرايه والتمحريث، اللي انا نجم نقعد ونقول اللي انا عندي بوتنسيال تعلمته من الانسات، واللي انا انجينيور دوفري مش كيما لي انجينيور اللي في المانيا والا في اي بلاصه اخرى، عندي بالحق ما نقول في روحي. الانسات زاد علمتني انه كيما تلقاش لانفورماسيون ما نقعدوش احنا لي انساتيا نحلوا الجوجل نلوجوا عليها، نلوجوا على الانسان حتى كانوا في المريخ. علاش؟ على خاطر كنا نلوجوا على لي سوليوشن تاع لي زيكزامان واحنا ما عندنا حتى سورس. دونك هذه الحاجتين اللي نحب نقولهم لكل انساتيان، كان عندك حلمة كبش فيها حتى كان ما عندك حتى مؤشر يقول انها باش تصير. علاش؟ تو سامبلومون على خاطرك انساتيان وعلى خاطرك تعلمت كيفاش توصل للسوليوشن بتاعك في الاكزامان وقت انت ما عندك حتى شيء. دونك الحاجة الاخرى زادة نحب نقول انه الانسات لا يكفي تكوننا في دبلومنا وفي قرايتنا، زاد تكوننا كإنسان من لي فورماسيون لي كونفيرونس لي كوتش اللي يجيبوهم كل سيمستر اللي في التنميه والا في الكوميونيكيشن سكيلز والا في البيزنس، كلهم هذوكم لازمكم تستنفعوا منهم، على خاطر هذوكم اللي باش يخليوكم نهار اخر تقفوا وتحكيوا قدام الناس وقتها يقولوا راهو انساتيان راهو عليه الكلام. على خاطر انا مشيت قريت في الـ جي مع احتراماتي للتلامذه الكل، مي الانسات بعيدة برشا على اللي فاك الاخرين برشا، حتى في طريقة الكلام في طريقة القعاد احنا وين والباقي وين. دونك هذه الانسات ما لازمكمش بالحق تخرجوا بها وايديكم فارغين، ومع انه الانسات لازمكم تتعلموا كيفاش تصنعوا رواحكم وتنظموا وقتكم وتنظموا مخاخكم باش توصلوا للحاجة اللي انتم تحبوها، وإلا مام you create it you have to create it. خاطر احنا في الانسات ما تعلمناش نتبع، تعلمنا on create the shows. دونك هذايا اللي هذا اكثر حاجه نحب نوصلها، مع انه ما حضرتش برشا باش نحكي لكم على كيفاش تكونوا رواحكم، ما لازمكم تعرفوا كيفاش توصلوا والا تخموا باش تكونوا رواحكم. وبالاخص نتصور برشا كيفي والا كيما صحابي الباتش نتاعي كنا ما نعرفوش شنو نحبوا نعملوا من الانسات والا ما نعرفوش شنو الدومين اللي نحبوا نتخصصوا فيه، مام حتى كانوا بعيد، اما سواء تقرا بيولوجي والا كيمياء والا جيل والا اللي هو وحبوا عليا. اهلا نجموا نوصلوا لاي دومين نحبوا عليه، حتى كيما مروه بن حسين اللي هي توا تخدم في الديجيتال ماركتينغ وكانت قرينا مع بعضنا في سيبيا وعملت كيمياء بدلت الدومين نتاعها كومبليتمون وتوا بالحق ابدعت فيه تو سامبلومون على خاطرها انساتيان مش على خاطر حاجه اخرى تعلمناها بخلاف الانسان. خاطر انت في حياتي يا روحي مش وقته
نعمل طلع على كيستيون. كان عندكم دي كيستيون خذوا راحتكم، اسألوا أي حاجة تحبوا عليها. سي امبورطون باش يكونوا عندك دي موين بهن في البيو. هو سي امبورطون باش انك تكون 100% sure باش انك تتقبل في ماستر، ما تبداش يدك على قلبك. لازمك او موان 12 في الموين جينيرال، اما كي تبدا اقل ديما تبدا في الريسك. اما مش معناها راك ما تنجمش توصل، تنجم توصل اما باكثر افور. ما ندمتش اللي اخترت بيو. يتخوف اللي ديبلوم دانجينيور اون بيو اندستري من الانسات يحلك برشا بيبان. وي يحل برشا بيبان على خاطر البيو نتاع الانسات اندستريال ماهيش بيو بيولوجي هيومان كما ديفاكورين والا بيو تكنولوجي. فيها كل شيء، تنجم تخدم في الاندستري، تنجم تخدم في السبيطار، في اي حاجه تحب عليها. دونك باش يحلك البيبان الكل، وتنجم بها هي زادة تمشي للشيمي. كان انت تحب تخدم شيمي وراتي تروحك انك ما قريتش الشيمي في الانسات، على خاطر البي اف ام تاعي والستاج اللي قبله كانوا شيمي. دونك نتصور انها عاونتني برشا. والحقيقه ما ندمتش اني اخترت بيو، على خاطر وصل مادام وصلت اللي انا نحب عليه. دونك ما كانت ليش عائق في حياتي. سلام، شنو هما لي فورماسيون اللي عملتهم وتنصح بهم؟ فورماسيون نعمل فيها التو اللي هي على البايثون، ننصح به الناس الكل في اي دومين كان، على خاطر فيه برشا بيرسبكتيفز. وحتى كان تقرا بيو والا شيمي تنجم تعمل بايثون ان ريسيرش، ينجم يهزك في برشا دومينات معناها ديب ان ريسيرش حتى كان انت مش مختص فيها. وزادا ننصح بالcommunication skills, presentation skills, public speaking. هذاك من أهم الحاجات اللي لازم كل إنسان قبل ما ياخد ديبلوم تاعه لازم يعرف. It's a must. IST لازمها أن بيجي باش تخرج كما ISEC. IST كل شيء payé من المستاج، جست أنت تخلص الطيارة متاعك. ونورمال ما السالير اللي يعطيهولك من الاندستري وإلا من الفاك اللي انت فيها يكفيك كل شيء. اما ديما الواحد ماذا بيه يهز معها شوية فلوس. تجم تحكينا كيفاش قيت في الماستر اون الماني، سوف كل بلاتفورم، واسكو لازم مينيموم ادو في الالمان. انا قيت لوشت على جوجل الحقيقة راندوملي، معناها ماسترز ان جيرماني، ما كانتش فما بلاتفورم معينة. طحت على كلكو زونيفرسيتي صبيت فيهم، فما اللي تصب اونلاين وفما اللي تبعث الأوراق بالبوستة. وقيت في الماستر اون انجلي، دونك ما كانش اني ما كنتش نستحق اني نعرف الالمانية. وزاد مع البروغرام تاع الماستر متاعنا عنا شهر انتنسيف للغة، وصلنا به الأدو وبلاش فلوس، وكنا زادا نجمو نكملو للبي أن وإلى البي دو تبع الفاك. ما جست وقتها أنا وحدي قريت للأن، على خاطر في السفارة كانوا طالبين إنك تعرف شوية ألمان، ما تمشيش معناها zero knowledge. بالحق أيست يدبر لك ستاج فين تحب أنت. وي أيست يدبر لك ستاج في العالم الكل، أما مش أنت مثلا تقول من لون نحب نمشي لبلاد هذيك وهما يلوجولك. مينا أنت تعدي التست متاعك وبعد باش تهبط لستة كاملة متاع الستاج اللي هما نجموا يلقاهم في العام هذاك. تنجم تلقى برازيل، الصين، ألمانيا، نيجيريا، في أي بلاصة تحب. وأنت بيزد على الليست هذيك أنت تختاري اللي تحب عليه. سي فاستيل باش نلقاو أن ستاج ديتي في الدوزيام تخوزيام، وشنو هو لو جون دو ستاج اللي نجم يساعدنا أول الباركور؟ أنا أول ما بديت ستاج بديت في البرميرا نيم تاعي بعد السبية صفا، معناها لازمك انت تدور على الاندستري تسال تقول نحب نعمل ستاج، وتاخذ الورقه نتاعك من الاداره في الانسات وتمشي تصب. ساهل وي ساهل، علاش ليه؟ اما ساعات لازمك تبدا على بكري باش نقولوا ساهل، وانك تتقبل من الاول وتلقى بلاصه. ذاتس اول. ابار اي اس تي فماش طرق اخرين باش نلقوا دي بي اف من غير ما نطلبوا فلوس من نو بارون؟ لي بي اف جينيرالمون البرا سواء كان في يونيفرسيتي وإلا في انتربريز ديما يخلصوا قليل، ويمشي تلقى بي اف ما يخلصش. دونك انت تنجم اول حاجه تبدا بها تلوج الاسامي المعروفين في العالم تاع لي سوسيتي اللي في الدومين نتاعك. مثلا كانك ميكانيك تلوج بوش، دايملر،
whatever الحاجات هذوما الكل على الجوجل وتدخل للسيت نتاع لاندستري باش تلقى كودز دي بي اف في الكارير سيكشن نتاعهم. وكان تحب في يونيفرسيتي نجم تكونتاكتي لي بروف هما يبداو عندهم يخدموا على دي بروجي يجيهم الدوله ولا يجيهم European Union ولا whatever يبداو هذوكم لي بروجي ديجا بيون دونك انت باش يكون عندك نصيب من هكا الفلوس وباش تتقبل وباش يعطيك سالير ماكش باش تمشي على حساب والديك. والحاجه اللي نركز عليها لهنا انه ماذا بيكم توا كي باش تصبوا لي بي اف كان مش على طريق اندستري باش تكلموا دي بروف والا نتوركينغ ديما ماذا بيكم تستعملوا التليفون وتكلموا قبل ما تبعثوا ديزيميل على خاطر ولات كلاسيك على الاخر انه العباد تبعث ديزيميل والسي في ديريكت واللتر دو موتيفاسيون كوبي بيست واللي بروف ما عادش يحلوا الحقيقه وما عادش يوسعوا بالهم ومن با يخزروا له الايميل هذاك. اول حاجه ماذا بيكم تكلموا بالتليفون تسالوا البروف هذاك تكلموه قبل بستة شهور من البي اف نتاعكم تسالوه راني انتريسي باللي تخدم فيه شفت لي بروجي نتاعك ولا لي زارتيكل نتاعك ونحب نكون مثلا من التيم نتاعك فماش فرصه هكا وهكا هكاك وقتها يبلد ريبورت مع الانسان هذاك. من بعد حتى كي يبدا ما عندوش في الوقت هذاك ستاج يمشي يتفكرك من بعد ويكونتاكتيك. وهذه وقتها بنيه قرات معانا انيشيات الفازه هذه بي اف دبرته في ابل كلمت في المانيا وقتها قالها ديريكت اي عندي بي اف مرحبا بك تنجم تجي. ومن بعد احنا كي مشينا لالمانيا وتلقيت معها واخذينا ديكور وقالونا راهو ماذا بيك تخدم بالتليفون وتنساو فاست الاونلاين ابليكيشن. في المانيا دومين البيو ديفلوبي سديبان مثلا لاغرو اليمونتير ديفلوبي الفارماسيتيك شوي شوي على خطرها اكثريتها لهنا ميكانيك وكراها ما تحسهمش برشا انتو معناها the scientific research اما اكيد معناها باش تلقى الفرصة اللي تحب عليها. اسكو ايستي تلهي بالاكوموديشن وكل شيء على خطر علاش اخترت الماني بي ايستي اي تتلهي بكل شيء يتلهيولك بالاكوموديشن نورمالمون كانك باش تمشي الفاك باش يكون عندك بيتك في الفويي تابعة الاي اس تي جروب ديما هذيك تكون مخلينها لجماعة الاي اس تي اللي يجيو كلها. وكانك باش تكون في انتربريز زادة كيف كيف باش يكون عندك دورمز والا باش يكريولك اوتيل والا حسيرو هذاك الكل تلقاه في الكونترا او الماجيك. وعلاش اخترت المانيا ما اخترتش المانيا لوشت على الماستر اللي نحب نعملهم والماستر اللي حبيتها هي بالذات نلقاها كان في ألمانيا ما لقيتهاش في بلاصة أخرى دونك I ended up in ألمانيا. معناها les opportunités إنك تلقى خدمة في تونس ياسر ضعف malheureusement ياسر ضعف وميم impossible ما عادش فما بلايص لعبيت باش تخدم. وقتها في البروموسيون تاعي أنا صحابي اللي خرجوا ديزانجينيور يخدموا بسالير 450 في خدمة تكنيسيان على خاطر الخدمة ما فماش والبلايس ما فماش والفلوس ما فماش. اما توا وقتها فرصة ليكم انتم تبداو تخموا تبداو لي ستارت اب نتاعكم تخموا لي سوليوشن تاع لي بروبليم اللي عندنا والا تعملوا حاجة انوفونت تبداو حاجة جديدة ما عندناش منها في تونس اصلا هكاك باش يتحل مجال الشغل. شنية أكثر لي دومين مطلوبين في البيو أغرو فارماسيتيك بيو تكنولوجي والله كلهم مطلوبين من نجمش تقول أنا هو أكثر واحد على خاطر كل بلاد فيش متخصصة نجم تلوج بالدومين متلوجش بالبيو اون جنرال. أول حاجة لازمك تعرفها أنت فيش تحب تخدم وين تلقى غرامك ومن بعد تبدأ تلوج في الدومين هذاك. أما كان مش تلوج في البيو اون جنرال بيو ولا فارماسيتيك زعما أنا هو اللي خلص خير ما تمشيش الحكاية هكاك. ما كانش فما دي زوبورتونيتي في العامين اللي ما خدمتش فيهم حتى كان مش في لي زاتونت نتاعك سي كانوا فما دي زوبورتونيتي ما همش في لي زاتونت نتاعي اما انا بيرسونالمون ما نخاطرش باش نخدم حاجة انا ما نحبهاش جوست على خاطر الفلوس والا على خاطر اكسبيريونس نعرفها في المستقبل ما هيش باش تفيدني والا ما هيش باش تزيدني حتى ارباع للحاجه اللي انا نحبها. اما في العامين هذوكم استغليتهم اني نصب في خدم اللي منهم تعلمت حاجات جدد كيما graduate
programs, leadership programs, اللي هما منهم تتعلم البروسيس متاع البوستولي. فما بروسيس طويل على الاخر باش انك توصل للانترفيو. فما اونلاين تيست, اسسمنت تيست, ديجيتال انترفيوز, هذا كل خذالي بالحق عامين قعدت نتعلم فيهم الحاجات هذوما. وقتها عرفت شنو المطلوب مني اللي انا لازمني نتعلمه باش يكون المارشي حاضر انه يستقبلني بالبوتنسيال هذاك. على خاطر كما قالوا برشا ديزين ساتيان حكاوا قبلي انه الدبلوم وحده ما ينفعكش, لازمك انت تكون عندك سكيلز اخرين بخلاف اللي قريتهم بخلاف اللي سمعت بهم في الفاك. وقتها الفو بوستولي بور دي ستاج اوبليغاتوار. كانك بوستولي في تونس ولا برا ديما ماذا بك تحكي على بكري. في تونس نقولوا قبل بشهر بشهرين على خاطر فيزا يتعبيو البلايس كما تعرفوا الاكتفيت هذوكم يبداو ديجا معربنين قبل بعض. وفي الخارج البروسيدور كي انت تصب تاخذ وقت ساعات جمعتين ساعات شهر ساعات 6 شهور, ووقت هما يجاوبوك يقولوا لك مثلا انت تنجم تبدا ستاج هذاك بعد شهر ولا شهرين. دونك ماذا بيك قبل بستة شهور مينيموم, حتى قبل العامة فيها بيس ينجموا هما يكونوا فليكسيبل تقول لهم انت راني نحب نبدا ستاج نتاعي مثلا في اوت وهي سي ديجا جانفي. وقتها نيغوسيو كيفاش باش تبداو الستاج هذاك. عسلامة ميساج, تحكينا شوية على الانفيرونمون كسبيسياليتي في البيو. في البيو على حسب ما نتفكر ما كانش فهم برشا انفيرونمون. قرينا شوية بروسيس انجينيرينج شو اسمها هي بروسيدي, قرينا تريتمون دي زو و هاو نورمالمون شوية ديشي وإلا أنا غلط. أما أكثر حاجة نتفكرها هي الجيني دي بروسيدي والتريتمون دي زو, هذوكم الحاجة الوحيدة. وحاجة أخرين هكا يقربوا شوية للانفيرونمون متاع مثلا تكنيك تستعمل في التريتمون دي ديشي هكا متعدي على الطاير في كور. أما ما فماش سبيسياليتي معينة. Après le master, qu'est-ce que tu comptes faire? Je peux postuler à la LinkedIn. بعد الماستر الحقيقة ما خممت على خاطرني نخدم من الأول en parallèle. دونك باش نكمل نلوج على خدمة أخرى يمكن more professional. أما الحقيقة توقع نصب في دي ستاج ماذا بيا بعد الماستر ديريكت نبدأ ستاج. ومستاج هذا كان ندبر خدمة في الاندوستري هذيك كان عجبني. كان معجبنيش بعد ما نعرفش أكيد تلقاه على اليوتيوب على خاطرني ديما نهبط في كل شيء اللي نعمله نهبط فيه. نخدم في تونس, خدمة في تونس بالمعارف في البيو. هو قبل ما نحكيه على المعارف في تونس في دومين البيو ما فماش خدم أصلا معناه, هذيك المشكلة. وبالطبيعة بالمعارف تسبق اللي عنده الكمبيتانس على خطر البلايس شوية على الأخر. كيفاه لقيت غرامك؟ لقيت غرامي بعد ما جربت برشا حاجات باش عرفت أنا شنو اللي يعجبني. عملت بهالي 7 إلى 8 استاجات وقت أنا كنت نقرأ في الإنسات وكلهم مختلفين على بعضهم. واحد في الميكروبيولوجي, واحد في الكاليتي وقتها تاع ماكلة اكسبورت وامبورت, واحد في التريتمون دي زو في لوناس, واحد في معمل الفيتالي, الاخر معمل الورق, الاخر معمل الزيت الزيتونة والصابون. نسيت معناها حاجات كيما هكاك. ولقيت روحي اللي انا نحط وقت ونقرا دي زارتيكل ونخدم ونحب نمشي بالحق معناها نقوم الصباح نمشي للستاج هذاك كان وقت انا نعم في التريتمون دي زو. الاخرين معناه لي حط شيء. ما لقيتش دي بروبليم افيك لو فولار في المانيا. والله لا ما بحكايه, ما انا الحقيقه ما لقيت حتى مشكله. خدمت حتى واحد ما بوينت على الفولاره في الخدم الكل تقبلت. في القرايه فما برشا عباد في الفولاره عادي اوكي. شنو مال السكيلز اللي يطلبوهم عليك لي ريكروتور جينيرالمون؟ عملت استاجيت في تونس من غير اكتاف. والله استاجيت في تونس عملت بالاكتاف ومن غير اكتاف. بالاكتاف على خاطرني وقتها بريمير اني ما نعرفش معناها استاج, ما نعرفش كيفاش نمشي لانتربريز, ما نعرفش نحكي, ما نعرفش معناها اصلا ريسورس هيومن. دونك وقتها بابا عاوني قلت له راني نحب نعمل استاج اما ما نعرفش وين. قا
قال لي هاو مام الحليب بحذينا إجا معايا غدوة نمشي نشوفه كيفاش تعمل ستاج. ما نجمش نقول كانت اكتفيت ولا مش اكتفيت، ما كانوا يعرفوها. مشينا للغسيبسيون، قابلنا المدير، حكينا معاه، وكان هو اللي عاوني كيفاش نتعلم، كيفاش نحكي مع العباد، وكيفاش نبوستولي الستاج. دونك كيف يو كان تيك اكتف ولا مش اكتف ما نعرفش. اما بعد من التخوزيام انا وليت وحدي نمشي ندور من لونتربريز لونتربريز، نكلم بالتليفون نقول لهم راني نلوج على ستاج ايتترا. والسكيلز اللي يطلبوهم عليك لي ريكروتور، الحقيقه الخدمه اللي صبيت لهم ما يطلبش عليك، اما هو يعرف كي يحكي معاك في الانترفيو يعرف اللي انت شنو وقتها يطلع السكيلز اللي حاجته بهم هو في الخدمه ولا. اما من الحاجات اللي نتفكرهم حاجه تكنيك، معناها سكيلز تكنيك تبعين قرايتي واللغه بيان سور. اما نتصور في الخدمه البروفيسيونيل اكثر على خاطرني انا نخدم بارت تايم، يطلبوا عليك انك تعرف شويه بروجكت مانجمنت، كيفاش تجري بروجي بالسوفتويرز اللي يستعملوهم، وكيفاش تحكي مع العباد، كيفاش تكونتاكتي العباد، كيفاش تقف وتحكي، كيفاش تبريزونتي. على خاطر فما برشا خدم يقول لك مثلا هاو سوجي بريزونتي هولي توا، ولازمك تحضر روحك في الوقت هذاك وتبريزونتي بروفيسيونيلمون، والا زادا لازمك تعرف all communication skills، لازمك تعرف كيفاش تنيغوسي الكونترا نتاعك. على خاطر يشوفك انت كيفاش تنيغوسي في السالير نتاعك والا الامتيازات اللي عاطيهم لك، باش يعرف انت شنو بروفيلك، اسكو تصلح نهار اخر باش تنيغوسي في بروجي تجيبو انت للشركه والا لا. حاجات معناها من نوع هذا. ننصحك انك تدخل مثلا في اي دومين تحب عليه، شوف اوفر نتاع خدمه وشوف الريكويرمنت، شوف شنو يطلبوا، وحاول تكبتي تعمل ليستا شنو ما السكيلز اللي قاعدين يتعاودوا من خدمه لخدمه، وتحاول تركز عليهم. سواء تعمل دي فورماسيون في تونس والا تعملهم اونلاين والا تقرا دي زارتيكل ليسونسييل، كي تجيك الفرصه تعرف توري اللي انت عندك سكيلز هذوكم، مش جوست عندك سيرتيف وكذا. رؤية انت كنت اون غروند انسبيراسيون ليا بارتيكوليرمون باش تعديت سي بي ا، وميرسي بوكو على السيسيون هذه اي بون كونتينيواسيون. ميرسي امل، ان شاء الله تكون عجبتك السي بي ا وربي ينجحك يا اخي. بالحق ماستر بور لي انجينيور عم برك، ماستر عم برك كان في فرنسا، على خاطر احنا عنا نجم تقول نفس السيستم تاع القرايه والا قريب. اما في المانيا في بلايص اخرين كلهم عامين، فما زادة دي ماستر بثلاث سنين، وفما الادفانسد ماستر اللي هي عام برك اما تكون بعد ما انت ديجا عملت ماستر بعامين، هذيك كا اكسبسيونيل اخرى ماهيش العام اللي ديدي للانجينيور الكل. كومون تو بوستولي لي ستاج دتي في تونس؟ نمشي سور بلاس نحكي مع المديرين والا نكلم بالتليفون. كيفاش دبر دي ستاج في تونس خاطر ما يجاوبوش على الايميل؟ شنو هي لي بروسيدور بو ان ستاج اوبليغاتوار في الانسات اوراق بي؟ كيما قلت راهي بعثين لي ايميل ولات كلاسيك على الاخر، والعباد ما عادش تحل لي ايميل اصلا. دونك ماذا بيك تكلم بالتليفون اول حاجه، ومن بعد تسال يندرى فما ستاج والا لا. كان قالوا لك ايه بطبيعتهم باش يقولوا لك ابعث لي ايميل فيه السي في نتاعك، واكيد باش يجاوبك على خاطر انت خليت معناها فكرة اللي انت انسان قاتلوش في حاجة. وإلا تمشي سور بلاس، كانك في تونس وبلاصة قريبت لك تمشي غادي تحاول تقابل ريسورس امان وإلا المدير تقول لهم راني نلوج على ستاج. لو رايق تمشي للإنسان تقول لهم حاجتي بورقة ستاج أوبليغاتوار، هي ورقة وحيدة يعطيوها لك، تهز معاك الانتربريز هذيك، وقت يقولوا لك اوكي راك موافق عليه باش تدخل تعمل ستاج، يصحوا لك فيه ومن بعد ترجعها للانسات وكهو. شنية الحاجة اللي خلتك تحب تكمل الماستر؟ سؤال في محله، على خاطر نحب نكون سبيسياليزي في الانفيرونمون، والانسات وحدها ما كونتنيش في الانفيرونمون. نحب نكون ملمة بالتريتمون دي زو، تريتمون دي ديشي، والبوليسيون دي لغ، نحب نعرف هذوما الكل. دونك ما كان عليه اني نعمل كان ماستر باش نتعلمهم،
على خاطر كان الأكسي للخدمة في الانفيرونمون صعيبة على الأخر إنهم ديما يقبلوا كان environmental engineers، وال environmental engineers عندهم برشا حاجات بخلاف الانفيرونمون اللي أنا نحب نعمله، واللي هو زادة ما يقبلش الدبلوم متاعنا. دونك ماستر هو بشيكون لي الوصلة بين الخدمة اللي نحب نعملها من بعد. برا المارشي ني با ساتوري في دومين البيولوجي، سي ساتوري ما بطبيعة مش كيما في تونس، والحاجة الباهية لهنا انه نجم، الحاجة الباهية انه العباد تقبلك ساعات مش على خاطر الدبلوم متاعك، مي على خاطر السكيلز متاعك. معناها حتى كان انت بيولوجيست وعندك سكيلز وتحب تخدم في دومين البيولوجي، ينجموا يقولوا لك اوكي اجي اخدم، اما اخدم لنا حاجة اخرى، وانت من بعد وقتها تربط خيوطك تخدم لي بروجي هذوك. ديما فما طريقه كيفاش انك باش توصل للبيولوجي. ان شاء الله وصلتك المعلومه ايوب، على خاطر ما عرفتش كيفاش نفسرها لك اكثر. منين تجيب لي كونتاكت نتاع لي سوسيتي في تونس وشكون تطلب اكزاكت؟ جوجل، فما انوير نتاع لي زاندستري الكل اللي موجودين في تونس، تكتب انوير دي زاندستري اون تونيزي، ومن بعد يهبطوا لك لي زاندستري الكل، تدخل بالكعبة بالكعبة عندك السيت ويب نتاعهم، نمرو التليفون، تكلم بالنمرو التليفون اللي يهز عليك تسألو، كان ما جاوبكش تاخذ الادريسة وتمشي، سهلة معناها. وإلى لينكدين، لينكدين مسهل برشا حاجات. تشوف مثلا انت كان عندك سوسيتي معينة تحب تخدم فيها، تحط اسم السوسيتي هذيك على لينكدين، وباش يطولك العباد اللي يخدموا في السوسيتي هذيك تكونتاكتي اي واحد فيهم، تقول لهم راني انتريستي نحب نخدم ولا نحب نعمل ستاج، تنجمش تعاوني، تنجمش تتوسط لي، تنجمش تعطيني نمرو انسان ينجم يعاوني نوصل للغادي. هكاك تنجم توصل لي كونتاكت اللي هما ديريكت يوصلوك تعمل ستاج. يا اخي في الانسات جوست صب مطلب وتعدي تيست انجلي. في الايستي جوست صب مطلب وتعدي تيست انجلي. نو في الايستي تمشي في البريود متاع اكتوبر نوفمبر للليميت المقر متاع لايستي، تقول لهم راني نحب نشارك في الكونكور اللي تخرجوا به، معناها لي ستاج هذاك الكونكور الوحيد اللي عندهم، قيد اسمك، عندك اوراق يطلبوها عليك، بعد في جانفي تمشي تعدي تيست انجلي كيما التويك في 200 كيستيون كيو سي ام تك تك، ومن بعد بيزد على السكور اللي انت تاخوش يبعثوا لك ليست دافيكتاسيون تاع لي ستاج، وانت تختار وتكمل البروسيدور بتبعدها هكاك. معناه ما واش مطلب هذه كيما كاينك تبوستولي في جمعيه لهي بالستاج. الستاج نتاعك في الناس شنو كنت تعمل بالضبط واش توا في شنو تقرا بالضبط؟ بالستاج نتاعي في الناس كاينك انت تقرا توا 4 ماني، عملنا ديزاناليز في الانسات على ال على لو يوزي كيما البيو كيما السي او دي كيما البيو دي 5 توتال كاربون، نسيت اسميهم بالفرنسي، حاصل هذوكم لي تيست الكل اللي قريناهم تيوريكمون باش تعملهم في لوناس، بما انه تشوف الماء كي يدخل وهو يوزي كيفاش، كي يخرج وهو نظيف كيفاش، شنية الماء هذاك من بعد ما قالوا من بعد ما صار له تريتمون شنو باش يصير له، شنو السيستم نتاع التريتمون اللي استعملوه في البلاد هذيك، كانهم يستعملوا لي بو اكتيفي باز، كان قريت عند حسيب راك تعرف اش معناها بو اكتيفي، البو اكتيفي منين يجيبوها، كيفاش يعملوا لها اناليز نتاعها، كيفاش من بعد يحرقوها والا يعملوها للفيرمونتاسيون والا يعملوها كومبوست، معناها الحاجات هذوكم الكلهم تشوفهم في لوناس، وتعمل بالطبيعه لي اناليز جورناليير اللي كل نهار بي او دي 5 سي او دي، تشوف الماء نتاعك كان فما مشكله خارجة على القانون، تمشي للشركة اللي مخرجة الماء هذيك وتطلعها وتعمل لهم كونستا وإلا محضر وإلا حاجة كيما هكا. كي تحب تخرج افيك اي اس تي تعدي انترتيان افيك لونتربريز ولا يونيفرسيتي دي بي او؟ اوكي ديزولي بي او دي 5 بالانجلي نقرا فيه تاو دي بي او، دي بي او 5 فما وحيد يطلبوا عليك دي زونترتيان، وفما وحيد لي انا في لي دو ستاج اللي صبيت فيهم في الاي اس تي قالوا لي جوست كفر ليتر سبيسيال لهم هما بعد ما ديجا بعثت الكفر ليتر مع الاي اس تي. وقت تدبر ماستر او بي اف او برا كيفاش تدبر اكوموديشن سورتو كان باش تمشي للبلاد اول مره؟
في البي اف نتاعي وقتها على خاطر طريق لايستي دونك ربطت انا لي كونتاكت غادي وقعدت ديما تحت اسم لايستي. كي رجعت المره الثانيه للبي اف عطاوني نفس البيت في نفس الدورمز على خاطرني جايب اسم لايستي قبل ويعرفوني. في الماستر الفاك اللي تصب فيها كان ما فيهاش دورمز هما باش يقولوا لك وين تنجم تسكن. انا في الكا اللي نتاعي توا في الماستر اللي صبيت فيها بعثونا دورم تبعين البروجرام نتاعنا خاطر انترناشونال بروجرام يحطونا الكل مع بعضنا الجماعه الانترناشونال نسكنوا في نفس البيلدينغ. صبيت بعثت لواق كيما نعملوا في تونس وتقبلت وخذيت البيت هذيك. وكان باش تاخذ في فاك اخرى فما فاكات يقولوا لك رانا احنا وي دونت اوفر اكوموديشن تنجم تدبر على روحك في الوقت هذاك انت ما تحلش وتقول ما لقيتش دار وين باش نسكن تبعث ميل للفك هذيك تقول لهم بليز سجست مي وين النجم نسكن فماش دورمز والا حاجه قريبه للفاك والا اي سي تعاونوني بيه اكيد باش يعاونوك باش يبعثوا لك سيتات. وكان ما بعثولكش ديما ترجعوا لللينكدين تشوفوا شكون قرا في الفاك هذيك وتسالوه وهما اكيد باش يعاونوك. البي اف برا يغزلوا للنمبر دي ستاج اللي عملتهم قبل ولا انا دومين عملت ولا شنو هم اكيد باش يخزروا للسي في نتاعك كل ما تكون عندك اكسبيريونس وظاهره اللي انت انسان معبي باش يقبلوك اكثر كيما البي اف وكيما الخدمه. اما حتى كانوا في دومين اخر نورمال على خاطر انت كي باش تتعلم ستاج في دومين اخر ديجا انت ربحت سكيلز واكسبيريونس هذاك كله شود بي انكلودد معناه. اما كان ما عندكش ستاج نتصور هذاك علاش سألت وقتك توا تمشي تبدا ستاج ولا زوز في العام هذا. اما خير تخرج مع ايستي والا ايساك ما جربتش مع الايساك دونك ما نجمش نقول لك. اما ايستي هذيك الحاجه الوحيده اللي عرفتها وقتها على خاطر الايساك في عام 2013 ما كانوش يخرجوا بروفيشنال انترنشيبس كان عندهم كان الفولنتيرينغ دونك في الوقت هذاك كان ايستي كان الحل بالنسبة لي. توا ايساك هو قاعدين حلوا بلاتفورم كبيرة تنجم تختار الاستاج اللي تحب تخرج لهم وتبوستيلي فيهم دونك نقول لك انا جرب الزوز ما عندك مخاسر. شنو تجم تكتب في السيفي بور بوستيلي في استاج بور ان اتوديون مازال بروميير اني ولا عنده لا دي سيرتيف لا شيء يقبلوك حاجة عادية جدا على خاطرك انت بروميير اني you don't have to worry تكتب الباك نتاعك تكتب كان عندك موين تحفونه في البريمير اني تكتبها كان عندك ماتير تابعه الدومين بتاع الستاج اللي تحب تعمله تمونسيونيها في السي في نتاعك. عملت انا دي فيديو على كيفاش تكتب سي في وكفر ليتر بالاخص كيفاش تجبد المعلومه وتحطها في السي في باش تظهر اللي انت عندك خيط تابع الدومين هذاك معناها الكل تكتيك كيفاش انت تكتب السي في نتاعك حتى كانوا فارغ وما تحسش روحك ملاليز انه سي في فارغ على خاطر حاجه عاديه انك بريمير اني ولا واحد باش يكون عنده سي في معبي. اما واحده واحده نجم تبني السي في نتاعك وان شاء الله بحاول الله ما توصل سانكيماني كان تبدا عندك ليست يمكن حتى السي في نتاعك يوصل 2 3 باج. شنو هي حكايه لي بوين افيك اي اس تي؟ اي اس تي باش انت تبوستولي للستاج بالاخص كي يبداو عندك دي كونكورون مثلا انا وقتها في الإنسات وجاية من البيولوجي ما كان معايا حتى إنسان من البيولوجي عدى الكونكور دونك ما حسبوليش حتى دي بوان ما كانش يهم. أما مثلا كي أنتم تبدأوا ثلاثة أربع بيت اللي بش يحسن بيناتكم ما هوش السكور متاع لونجلي أكاهو مي المعين متاع العام اللي قبلها هذيك فيها سكور هما يحسبوه وقديش تنجم تجيب من ستاج من برا. مثلا انت باش يجي انت باش تمشي مثلا للبلاد لازم من بلاد اخرى يجي في عوضك انسان يعدي ستاج في تونس انت ماذا بيك تلوجلو على ستاج في تونس كيما البرا قاعدين يعملوا لنا احنا يعطيوك اوراق وتمشي انت تدور بهم على لي زونتربريز تقول لهم ايش قولكم تحبوش تجيبوا واحد انترناسيونال يعدي ستاج لهنا كان هما صحوا وقبلوا لك انت باش تاخذ ظهر لي 100 بوين حسب ما تفكر واللي 100 بوان هذوكم باش يدخلوا في السكور اللي باش يحسن بينك وبين لي كونكورون اللي عنده اكثر بوينات هو اللي ياخذ اللي هو اللي يكون عنده الاولويه باش ياخذ ستاج هذاك. اما حكايه الستاجات ماهيش اوبليغاتوار تنجم تعدي اما وقتها لازمك تخدم برشا على السكور نتاع لونغلي نتاعك ماذا بيك
تخدم باش تاخذ 800 والا 900 في التويك وقتها ما تتحقش اصلا اللي سكور نتاع اللي ستاج هذوما والا موينك كان طايح. انا وقتها مويني كان طايح كان 11 معناها ما نتصوروش جاب لي حاجه كبيره. You will have someone to meet you at the airport and help you integrate في an international program ولا اي فما في الفاك نتاعنا بروجرام اسمه بادي بروجرام يبعثوا لك قبل ما تجي بتبيع بعد ما خذت الفيزا وكل شيء يقولوا لك هل انك تستحق انسان يجيك وفما فورمولير تعمره وتختار الانسان هذاك اللي باش يجيك باش انت تحبوا يعاونك في انه يجيك للمطار يوصلك زاد يقعد معاك ليامات يعمل بيك دوره ويوريك البلاد واسكو تحبوا زاد يعاونك باش انت تعمل الاوراق الادمنستراتيف نتاعك والا لا تنجم تختار الحاجات اللي انت تحبهم مش كيما زادا يو كان ديناي معناها مش بالضروره انه تقبل البادي بروجرام. كومون تو افي باش تحسن الانجلي نتاعك؟ الانجلي نقرا برشا دي زارتيكل واول حاجه بديت بها انه لوشت على السيت بسيت ياسر اني ريفست الجرامير الكول اللي قريناه من الليسي معناها باش انت تبني باز صحيحه لازمك تعرف الجرامير تعرف كيفاش تحكي في الباسي البريزون في الامبيراتيف في الحاجات السامبل اللي على الاخر لازمك تعرفهم. بعد ما انا كليريت الاكزرسيس هذوهم الكل طورت شويه وليت نتفرج في حاجات ينتريستيوني على اليوتيوب ناس تحكي باللونجلي نقرا ديزارتيكل كل يوم والا نقرا باراجراف متاع حاجه ماهيش في دوماني مثلا نيوز عاونوني برشا بي بي سي تنجم تتفرج عليها والا تسمعها والا تقرا لي زارتيكل نتاعها وقتها لونجلي نتاعك بالحق يتحسن بطريقه باهيه. كيفاش حضرت روحك باش تقدم بي اف؟ كيفاش ريفست الكونكور اي اس تي؟ بي كونكور لاي اس تي بما انه عباره على 200 كيو سي ام الكل ريدينغ والا ليسنينغ لوشت على اكزامبلير نتاع السيت يعطي دي زيكزرسيس كيما هكا. خدمت برشا 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 من هذوما لين وليت قابله اني كي نسمع باراجراف نجم نسجلها في مخي ونجم نجم نجاوب على الاسئله اللي بعد. وزاد كيف في الريدينغ لازمني نعرف الجرامير الكل الرولز الكل باش كي تجيني حاجه من الباز على خاطر في الليست يجيبوا لك الباز نتاع الباز نتاع الانجلي جونغ ك did you eat ولا did you eat would you do ولا would you معها باسي معناها حاجات بازيك على الاخر هذوكم لازمك تعرفهم باش تجيب الليست. فما فيديو على اليوتيوب عملتها كيفاش خرجت للهند حطيت السيت اللي ريفست بيه في البغدان فوق السيت هذاك تحفون على الاخر تنجم تشوف ويعاونك. وكيفاش حضرت روحي للبي اف؟ بعد ما مشيت انا للهند بما انه الانجلي بتاعي عادي كايها الناس ماهوش ساينتيفيك البروف يرحم والديه وقتها قال لي باش ناخذ دو موا نتعلموا فيهم الانجلي وتحضر انت روحك للبي اف. دونك شعمل خذا دي زارتيكل ساينتيفيك حكيت 20 والا 30 وكل نهار كان انه اني لازمني نقرا ارتيكل نفهمه كلمه كلمه ونعمل عليه بريزونطاسيون كل نهار. دونك الاول كانت صعيبه برشا كان ارتيكل يشدني نهار كامل باش نفسره ونفهمه كوسوا كان ارتيكل باج ولا دو ولا تخوا باج. ومن بعد كي حسني فهمت السوجي اللي باش نخدم عليه وبديت نجانجل باللي مو ساينتيفيك والا الكي ووردز قال لي سي بون توا نجمو نبداو نخدمو. دونك هذيك البريود اللي حضرت فيها روحي اني فهمت لونجلي اللي باش نخدم بيه. شنو اسم السيت اللي حضرت به الجرامر تاع الانجليش؟ والله ما نتفكرش زاد عملت فيديو كيفاش تنجم انت هاو يو امبروف يور انجليش حطيت فيهم لي سيت اللي تنجم تستعملهم الكل. زاد فما فيديو اخرى كيفاش تحضر توفل في كودس دي سيت تنجم انت تعمل الباز نتاع الانجليش ومن بعد تخلط لي سيت نتاع توفل على خاطر توفل كله اكاديميك انجليش اللي باش تستحقوا بعد كانك ناوي تعمل بيبر بالانجلي خاطر لازمك تعرف الساينتيفيك انجليش اللي هو توتالمون ديفيرون على الانجلي اللي قاعدين نتفرجوا عليه والا نسمعوه في التلفزيون في الراديو. كونكور اي اس تي في بارتي اورال؟ لا ما فيهوش بارتي اورال جوست رايتينغ كله. كي مشيت للهند في ستاج على حاجه مش في دومينك تو تي بيان روتروفي لو ريتم نيتي با انسوتينابل
سوف من الاول كان صعيب شويه بطبيعه خاطر باللونجلي وحاجه جديده، ما عجبني كان بيو انفورماتيك، تعلمت منه برشا حاجات وكان فليكسيبل، معناها ديما في الستاج الحاجه الباهيه برا، ما نعرفش في تونس ما لاحظتش منها، ما لاحظتش الحاجه دي البرا، كي تبدا انت ماكش قادت حاجه والا ماكش باهي فيها يقولك اي برا نجرب حاجه اخرى، ديما فما لي زالتيرناتيف، معناها حتى كان وحلت في حاجه حسيت روحك ماكش باش تنجمها في الدومين هذاك تنجم تطلب انك تبدلها ولا تعمل موديفيكاسيون. خرجت الاند افيك اي اس تي، وي خرجت للهند على طريق الاي اس تي. سيفو بلي خليونا لونجستمون، جو كخوا قاعد يونجستي توا. احنا نختارو سي بي اف ان انجلي ولا من الاول تعرف سلون وين عملتو؟ احنا نختار كيما كان فهمت سؤالك بالباهي، كان انت اخترت باش تعملو في بلاد يحكيو باللغة الانجليزية، دونك هذاك يكون عليك الشواء انك تخدمو بالانجلي غادي، اما يترجع لتونس وتحب تعمل صوت نونس متاعك وتعطي رابور متاعك بالفرنسي عندك زاد الشواء هذاك، وإلا كان أنت مرتاحة في الانجلي زاد تنجم تبريزنتي بالانجلي، وكان أنت عملت في فرنسا مثلا بالفرنسي دونك تنجم تبريزنتي بالفرنسي، وكان أنت تحب تبريزنتي بالانجلي وأنت عملته بالفرنسي زاد كيف كيف ديما عندك الشواء. كيفاش لانكادرمون في الإنسان؟ سؤال محرج الحقيقة، ما لقيت حتى انكادرمون في الانسات، البروف متاعي ما قال لي حتى شيء، قلت له لقيت السوجي هذا تنجم تنكادريني، قال لي فازي تحفون على الاخر بلا 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 تريندي بلا 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 برا وربي معاك هذا كفي نهار، ومن وقتها ما ريته كان نهار تسوط نص متاعي لسأل لشيف لحد شيء، اما ما نعرفش يندرى على خاطر انا مانيش في الانسات والا هو هكاك، خاطر انا بطبيعتي كي كنت نعم في البي اف متاعي لونكادرور متاعي كان معايا لحظه بلحظه، معناها ما استحقيتش اصلا اني نكونتاكتي لونكادرور متاعي اللي في الانسات. يا اخي انت تختار اونكادرور، اي انت تختار اونكادرور متاعك في الانسات، تختار اي بروف يعجبك ويكون في الدومين اللي انت تحب عليه تمشي تحكي معاه تقول له تنجم تونكادريني والا لا. دوكا اخترت انكادرون سوغ كيل باس؟ وقتها انا باش نعمل في النانو تكنولوجي، وقتها عنا كان السيد المرزوقي هذا يعطانا شويه كور فيه شويه لمحه عن النانو تكنولوجي، حسيت اللي هو يفهم لها في النانو تكنولوجي دونك مشيت اخترته هو، مع انه كان في تريتمون ديزو كنت نجم نختار واحد اخر، مي it just happened يعني اخترت المرزوقي وكها على خاطر في بالي يفهم لها في النانو تكنولوجي. سي فري كو سي بيان، وي سي بيان سي تي بيان. شنو اللي بيان؟ البي اف او والا ستاج اللي في الخارج ديما بيان، مادامك في الخارج ديما اغلبية 99% كل شيء بيان، ما تلقاش ستاج ببلاش قليل، اللهم انت يبدا في بالك بيه من الاول وانت تحب تنفستي فيه. اسكو تنجم تعمل بلوزيوغ ماستر؟ وي تنجم، بوليفالونس بوليفالونس باهية وي، تنجم تعمل دو ماستر مثلا اون باغالي كيما احنا عندنا البروغرام هذايا في الفاك نتاعنا. البوليفالونس باهية وقتاش مثلا كي انت تحب عارفة روحك من الاول اللي انت تحب تختص في دومين معين مثلا تبع البيولوجي، او ميم طون تحب تخدم بيو انفورماتيك دونك لازمك شويه بروغرامينغ، نجم تعمل ماستر في البروغرامينغ ولا في الاي تي والا اللي هو، والا تعمل معها فورماسيون اخرى، مش زوز حاجات في البيو على خاطر من بعد باش ياثر شكون اللي باش يقبلك وشكون لا، وكي باش تعمل ماستر من الاول مثلا في الاجرو ومن بعد باش تجي تعمل في الفارماسيوتيك وباش تصب في الاجرو باش يقول لك هاك قديم برشا ما عندكش انت معلومات على الأجرو الكافية، وإلا مكش جديد باش تصب في الأجرو وقتها يولي صعيب شوية إنك توفق بين لي دو ماستر. إلون كادومون في الإنسات بيان؟ نو في الإنسات حد شيء ما هو بيان. كي تبدأ polyvalent does it enhance your chances to be recruited? Yes a lot.
لازمك. انت ديجا كي تخرج من الانسات انت ديجا بوليفالونت، على خاطرك تعرف برشا حاجات في البيو الا في اي دومين اخر، ماناش نخدموا على دومين واحد احنا في الانسات، على خاطرنا سيونس ابليكي اي تكنولوجي، وعنا لي فورماسيون اللي نعملوهم هذوكم الكلهم تنجم تحطهم في السي في نتاعك وتظهر اللي انت بوليفالون. الادابتاسيون مع لي كونديسيون جدد البرا سهله، والله انا واحده نحب نعيش البرا كما قلت لك، الهدف نتاعي شنو دونك انا نسافر باش انا كيفاه قولوها، انا نقرب باش نسافر، ماذا بيا كل عام عامين خمسة سنين في بلاصه، انا هكا كنعيش. دونك بالنسبه لي سهله، تنجم تكون صعيبه الانسان اخر عمره ما خرج من دارهم، وقتها هو لازم يعرف لي كونديسيون شنو ويكون محضر روحه شنو اللي جاي. لي ديبلوم اون ليني عندهم نفس القيمه نتاع لي ديبلوم تاعنا من فاك غيل، يعني اي عندهم نفس القيمه، خاطر باش تلقاهم ديجا مكتوبين من انا يونيفرسيتي جاي. كيفاش تحسن public speaking skills؟ لي بريزونطاسيون تاعك اللي في الانسات تحضر لهم بالباهي بالباهي وتشربهم شربه ماء، باش انت كي تبدا تحكي قدام البروف نتاعك والكلاس ميتس نتاعك تبدا واثقه في روحك من البريزونطاسيون هذوكم، تولي تخزر روحك في المرايه كيفاش انت تحكي، تستنس بروحك، تخزر في عينين شكون وتخزر لروحك، وقتها هذيك الكي كيفاش نقولوا هذيك التيب المين تيب باش انك تحكي اون بوبليك، وقتها تنجم حتى في أنفي تحكي ما عندك حتى مشكل. مازال دقيقة على وقتنا، شكون مازال عنده كيستيون؟ إن شاء الله نكون جاوبت على كيستيون وفتكم باللي نعرف. ما نعرفش اسكو جيتي بريسيز كيما انتوما as you expected وإلا لا. عايشك ملك، ميرسي بوكو ملك على الانفيتاسيون، ميرسي بوكو على كل شيء. بون هكا نتسوى لي كيسيون في كيسيون تاع لي بارتيسيبون تاعنا وفي روئي، نحب نقول لك ميرسي بوكو خاطر كنت حاضره اليوم ونجمت تجاوب على لي كيسيون كل. عايشك افيك بليزير نو بارتيسيبون، ان شاء الله نكون نفعناكم اليوم، وكما قلت لكم قبل ليفينمون تاعنا وقفت شوني، مازالو بوكو دوتر سيسيون او كور دي سيمين بروشين. دونك ما عليكم كان تدخلوا على الباج فيسبوك جي سي اي انسات من تلقاو لي زانفورماسيون كل. وهكا نكون وصلنا للفان دو سيسيون تاعنا اليوم، دونك على بروشين ان شاء الله. ميرسي بوكو اميره، وميرسي بوكو الناس الكل، وربي يوفقكم ان شاء الله. عايشك.